أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الساعة شباب. كما عودناكم دائما في حلقة ممكن نتناقش عن قضية، عن مشكلة شبابية، وفي حلقة أخرى بنجيب المبادرات الشبابية عشان نأكد أنه هؤلاء الشباب ده إسهام للبلد وده خيرهم، ونحاول نكون أمينين فيه ندوم مساحتهم فرصتهم في أنه يبرزوا عملهم للمجتمع بصورة عامة. اليوم نحن سعيدين جدا جدا ان يكون معنا مجموعه متميزه جدا لانها بتعمل في عمل متميز جدا، هي مجموعه تعليم بلا حدود. ارحب معي داخل الاستوديو بابراهيم كابوس، اهلا ومرحبا بك معنا ابراهيم. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الاكارم في كل ارجاء الوطن وبالخارج وفي كل مكان وفي كل بيت. اهلا ومرحبا بك، ونرحب برضه بفارس الشغيل، اهلا ومرحبا بك معنا فارس. مرحبا بك انت برضه، ومرحب بكل المشاهدين لتلفزيون السودان، ومرحب لمجموعة التعليم كلها على امتداد السودان. مرحبا بمجموعة التعليم كلها اللي بيشاهدونا الآن خلف التلفزيونات، ونرحب بك إسراء نعيم، مرحبا بك معنا. أهلين يا مرحبا، مرحبا بكم، وإن شاء الله يكون ضيوف خفيفين عليكم. والله إن شاء الله، طالما أنتم يعني مبادرة بتعنى بقضية مهمة جدا وقضية التعليم، بالتأكيد حتكونوا خفيفين علينا، مع أنه التعليم ده الناس بتحاول تهرب منه كده في المدارس في النا، لكن افتكر انتم رؤيتكم مختلفه حبه. طيب بدايه خلونا نعرف عن المجموعه. هو والله صراحه مجموعتنا هي مجموعه شبابيه طوعيه بتهتم بالبيئه التعليميه والتعليم ذاته قضيه نعم ملحه دوما وابدا. نعم دي التعريف للمجموعات. طيب يعني هي منظمة، هي شنو يعني؟ بلا حدود ما منظمة ولا جمعية ولا جمعية خيرية كمان. نعم. هي حركة تغيير اجتماعي. نعم. ممكن في خلال الحلقة الساعة الجاية دي تتضح ملامح. تتضح أكيد. نعم. ملامح الفكرة. طيب كيف كانت البداية، بداية التعليم بلا حدود؟ أول حاجة التعليم بلا حدود بدأ بفكرة اثنين اللي هم مجاهد وصال رضا الله قربتهم، هم الاثنين مفشين يعني هم كانوا نواة البذرة في تعليم. نعم. أصلا هم مرة كده بتونسوا يعني إنه إحنا والله الكتب اللي في البيت بنشيل نرميها، يعني أمهاتنا قريب العيد كده بنقوم عملية جلد كده بتحصل في البيت. نعم. بنشيل كل الكتب لأنه مثلا عندنا آخر زول يعني ما محتاج للكتب، هي كتب ابتدائي مثلا مرحلة الأساس دي، فالناس بتجدع الكتب، في حين احنا ممكن نلاقي لحد حسا في مدارس بيكونوا فيها 6 طلاب في كتاب مشتركين، او في ناس اصلا ما عندهم كتب. نعم. فبدأت الفكره انه احنا ليه ما نشيل الكتب دي، نعمل حمله بتاعه جمع كتب. الفكره بدأت هم مشوا الجامعه، هم بيقروا هندسه خرطوم، الحمله كانت بس مستهدفين 1000 كتاب، فالحمد لله لقت قبول كبير جدا جدا، هم ما شاء الله يعني لموا 5000 كتاب. ممتاز. فالناس يعني كلهم جواها الحاجه دي بس ما لقينا اللي يشجعهم. فبجد يعني اي اسره من باب انه يعني انا بقول لهم انه لو ما هم يعني فاهمين الفكره فبتبقى انه ان شاء الله ننظف البيت، يعني احنا استفدنا من الكتب اللي طلعت من البيوت دي. نعم. وجات بعدها 3 حملات احنا كنا بنلم فيها الكتب، كل مره بنرفع الرقم لحد 10000 كانت الحمله اللي بعدها، الحمله اللي بعدها برضه كانت لمينا فيها كميه مهوله من الكتب وكلها بنوزع، يعني بعد ما نكفي داخل الخرطوم بتمشي للولايات يعني لكسل على كده بنوزع الكتب حقتنا. نعم. يعني التعليم بلا حدود قبل ما تكون تعليم بلا حدود واسم كانت فكره بسيطه وبدت في جمع الكتب، وهي فكره بسيطه لسه ما كان تعليم بلا حدود. أكيد. طيب بعد ذاك حصل شنو؟ زي ما قلت لك إسراء انه بدات المجموعه بحمله الكتب. نعم. في اثناء توزيع الحمله ذاتها والكتب لبعض المناطق الطرفيه هنا في ولايه الخرطوم وبعض المناطق. نعم. في الاطراف المدن اللي حول الخرطوم او اللي عندنا فيها شباب من تعليم بلا حدود. نعم. اكتشفوا انه غير التعليم في البيئه ذاتها هي ما مساعده. نعم. طيب شبابها الحل شنو؟ انه نحن يا اخي جبنا الكتب وجبنا الحياه دي. نعم. المفروض تكون في حياه ثانيه، البيئه ما مساعده. نعم. واحد من الشباب طرح فكره انه يا اخي نعمل مشروع تحصيات للمدارس. نعم. اللي هي مشروع اسمه اضرب اهرب. نعم. انه نحن بنجي بنشتغل في المدرسه جمعه واحده لانه كلنا طلبه وكلنا شغالين وكذا بنشتغل. نعم. الجمعه دي اول مدرسه اشتغلناها كنا في سوبا. معلش بتشتغلوا انتم بنفسكم ولا بتجيبوا عمال؟ يعني انتم كطلبه بتبتدوا تشتغلوا؟ احنا ذات الشباب ذات بنعمل اعلان في جروبنا على الفيسبوك انه يا اخي والله يا اخي الجمعه الجايه شغالين في المنطقه الفلانيه. نعم. الشباب
بننزل احتياجات المدرسة اصلا في طيب الاتنشا والاسمنت محتاجين للطوب والرمال كده، لانه اصلا اي مشروع في تعليم بلا حدود بيكون فيه منسق وفيه معاه شباب مساعدين. ممتاز. ديالهم يمشوا عينوا المدرسه يشوفوا احتياجاتها ومطلوب انه يصير المدرسه حياتهم، بيجي ينزلها في الجروب، بعد ذاك الناس بتشير من الشير يعني. نعم. عندنا ناس شغالين كذا كذا كذا. نعم. مهم. وبنحاول بقدر الامكان انه ناس المنطقه ذاتهم هم يكونوا جزء من الحاجه دي، يعني شير ما اللي احنا برانا نمشي ناس لجنه شعبيه، ناس الحي، مجلس الاباط، حاول تشركوهم هم ذاتهم في الهم يعني. لازم عم. لانه نعم. التعريف القبيل قال لك ابراهيم كابوس انه نحن مجموعه شبابيه هدفها انه تعمل عمليه بتاعت حراك اتجاه قضيه التعليم وتفعيل المجتمع، عشان المجتمع بشكل عام كده او كله يكون التعليم بالنسبه له حاجه اساسيه. لما نعم. انت تجيبه في مشروع زي ده وتخليه يصير مدرسه هي كانت اصلا تعبانه وفيها مشاكل، اكيد حيشوف الفرق تديه احساس كده بانه هو جزء من التغيير يعني. هو جزء من التغيير، هو ما سلبي يعني، هو جزء من التغيير الان. بعض الحاجات بعض المناطق سوري بعض المناطق بنمشي نلقى فيها انه مثلا يا اخي الوضع الاقتصادي بتاع الناس يا اخي ما بيقدروا يشيروا معاك الحاجه دي. نعم. صعب عليهم. ديل بنحفيهم من موضوع الشير لكن بنخليهم هم يجوا يصينوا معانا. نعم. حتى لو انت كبير يا خال يخت علينا ويجي مع اقعد دزع لي ما اجي سنطه جيب صينيه الفطور وحلت يجيب اولاد دمعه والراس ظريف المشاركه. ايوه لكن يعني هم بالنسبه لهم بيحسوا الموضوع ده يعني يشوف ديل يعني ما بيعرفونا جايين عشان يقولوا لنا مدرستنا عشان كده، فالحاجات جوام كده بتكون مختلفه يعني. الناس بيجي شايل شاي قهوه ابسط الحاجات. نعم. بيحسوا انهم مقدمين لنا حاجه. نعم. بعدك يعني تشكلت زي ما يقولوا لبنة التعليم بلا حدود. اي دي الحياة الاساسية اول. نعم. مشروع ممكن نقول هون السبب الاساسي في انتشار فكرة التعليم. نعم. والناس تعرف تعليم ويجوا متطوعين لتعليم وتجي مشاريع بعد ذاك بعد الشباب دي لسه خلال الساعة دي. نعم. نشرح كل مشاريع تعليم. نعم. حتى الحديثة منها انه بعد اضرب واهرب المشروع الناس عرفت انه في شباب شغالين مهتمين بالتعليم. نعم. نفسهم يشتغلوا في كل السودان وفي كل المناطق. نعم. أو بعد ذلك بدأت الفكرة. ممتاز. بعد ذلك جات مشاريع ثانية. شايف فارس كان عايز يقول حاجة لكن ما حاب يقاطع. إبراهيم. إبراهيم عون. هو صراحة أنا ما كنت عايز أضيف كثير لكن داير أكد إنه المشروع صيانة المدارس بيشاركوا فيه كل المجتمع اللي حول المدرسة. أهم ناس فيهم هم الناس اللي جروا في المدرسة ذاتهم. يعني البقى حلاق، البقى سمكرجي، البقى سواق، البقى ما اعرف شنو، البقى بلحم، فالناس كلها بتجي بتتشارك معك الصيانه. نعم. طيب عشان في حاجه قيمه موجوده فينا، قيمه قديمه، ما حاجه جديده تعليم. نعم. ما جابتها دي حاجه اصلا متجذره في المجتمع. نعم. قيمه النفاذ دي قيمه زي ما بنقول احنا حقتنا يعني. طيب يا شباب حنطلع فاصله ونرجع نواصل. رجع لكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ورجع لكم يا شباب. متى كانت بداية التعليم بلا حدود؟ البداية الفعلية كان مشروع التبني الأكاديمي. طبعا اسم ده شوية كبير كده لكن هو يعني سنة كم كان؟ كان في 2011. نعم. احنا بدينا مشروع التبني في مدرسة الإنقاذ في بحري. المدرسة دي احنا اشتغلنا فيها مشروعنا اللي قلنا لك اللي هو اسمه أضرب وأهرب. نعم. مشينا المدرسة اشتغلنا بوهي وجير في المدرسة صيانة كاملة. قول يعني لقينا المدير وتكلمنا معاه انه كان في نقص بتاع اساتذه، فاحنا كنا متطوعين كثيرين فقررنا انه نستهدف المدرسه دي. احنا جينا نزلنا المدرسه تعاملنا مع الاساتذه يعني كان في متطوعين متفرغين رغم انه احنا يعني ما خريجين تربيه ولا حاجه، فكان الطلبه يعني اي زول شال له ماده يقري فيها وكان هدفنا سنه تامنه. نعم. الطلبة كان شوية يعني ما عندهم الرغبة فينا ميجرو يعني شوية كده احنا مهملين كده حبة. نعم. فإحنا حببناهم في المدرسة. بعد أول حاجة احنا أول يوم لما نجوهم لقوا المدرسة دي بشكلها المتغير كانوا مبسوطين شديد لدرجة انهم بيقولوا ما يخشوا الفصل عشان ما يوسخوا. نعم. فإحنا جينا بقينا بنحضر مع يعني بنقعد معهم في المدرسة بنراجع عليهم لحد ما امتحانات سنة تامنة جات والحمد لله الحمد لله يعني احنا جبنا نسبة نجاح بتكون 97% رغم انه العدد اصلا كان بسيط في المدرسة. يا سلام. لكن هم حسوا بانهم هم متغيرين. يا سلام. فمشروع التبني في مدرسة الإنقاذ كان عبارة عن نموذج مثالي لنا. احنا عملنا تبني أكاديمي ثقافي، كنا بنوديهم رحلات، وديناهم برامج ترفيهية، كنا حاولنا يعني نخلطهم بالمجتمع الثاني اللي هي كان في سبونسر لنا، كانت مدارس اليونيتي جاتنا مرة زيارة في المدرسة. نعم.
فقدرنا انه نغير لدرجه انه احنا المدرسه دي بقت بيتنا، يعني تعليم بلا حدود اصلا احنا ما عندنا موقع. فكانت مدرسه الانقاذ هي موقعنا، اجتماعاتنا، برامج الجمعيه العموميه بتاعت يعني حاجتنا البسيطه اللي بنعملها في تعليم دي، فكانت في مدرسه الانقاذ. احنا خلقنا علاقه كبيره بين، وحتى عملنا لهم ايام صحيه في المدرسه، وناس الحي بقوا بيعرفونا. فدي هي تعليم بلا حدود، هي حركه التغيير الاجتماعي لما نقول احنا عايزين نزوب في المجتمع واحنا نبقى جزء من مجتمعنا. نعم يا سلام. طيب يا ابراهيم، يعني اجمل ما في الكلام اللي قالته اسراء انه حتى المستوى يعني النتائج العمليه، عشان احنا دائما يعني بنتكلم لكن وقائع ملموسه في الحياه ما بتكون موجوده. لكن الان لما انت تقول لي انا اشتغلت والان نسبه النجاح زادت ب 97% كانت نسبه النجاح، يعني فدي حاجه معناها فعلا الاثر الان بقى ملموس يعني للمجتمع متاثرين به. اكيد. هو صراحه يعني في تعليم بلا حدود عندنا احنا بنخلق نموذج سهل التطبيق، يعني امكانياتنا جدا جدا بسيطه. ممتاز. فنحن باقل الامكانيات لو قلنا لك التكلفه بتاعت مشروع التبني الاكاديمي في مدرسه الانقاذ كانت كم؟ ممكن تتخيل يعني هي الموضوع ما اظن يتجاوز 2 مليون او اقل يا اخي، كثير من الحاجات. فنحن فكرتنا انه يشوفوا في مدارس كثيره جدا جدا ممكن يكون فيها مشاكل في البيئه المدرسيه، فيكون في نقص في الاساتذه، بسمع انه في مدرسه في مثلا في الشرق او في الغرب او في المناطق النائيه انه في استاذ واحد في مدرسه فيها 4 فصول ولا 8 فصول، وبكون في اولاد المنطقه زادهم خريجين جامعات، ممكن يكون شغال خدرجي، ممكن يكون شغال في اي حته ثانيه. فنحن بننقل النموذج ده عشان على الاقل اي خريج بيعرف رياضيات، بيعرف انجليزي، هو المواد البسيطه اللي احنا كلنا درسناها. نعم. يساعد بخبرته بحاجاته يدرس يوصل المعلومه دي للاطفال. نعم. في المدارس يشارك ويتفاعل مع الموضوع ده في كل المدارس المحتاجه لحته التبني او الاسناد الاكاديمي اللي احنا جينا عشان حاجه بسيطه جدا، جدا يعني جداً جداً. بتعمل فرق كبير بالتاكيد. انا ده كان 97% نجاح. يا سلام. بعدين مدير المدرسه كان يعني مستغرب شديد، بيقول لنا انه الطلبه دي هم ما كان عندهم رغبه في يعني يقروا كده، فاحنا كنا بنعمل لهم بالنهار زي يعني بعد ما نخلص شغلنا بنجي بنراجع لهم، فكان بيقول لنا ما تجيبوني يوم السبت يوم الجمعة. هو كم يعني مستغرب انه لا هم قالوا كده، يعني بجد كان فرق. طيب التبني الاكاديمي برضه انت كنت بتونس معي قلت لي في التبني في الاصلاحيه عملت فيها التبني شغل برضه. التبني بتاع الانقاذ هو كان التبني الاول. نعم. في مشروعنا الاول اللي هو بتاع ابرو بهرب. نعم. حفظنا اصلاحيه الجريف، جريف قريب. نعم. صرنا الاصلاحيه عملنا لهم عريش او كده، بعد ذاك لقينا انه الاصلاحيه الاطفال الموجودين فيها من الجنسين اعمارهم بتراوح من 9 سنوات ل 17 سنه. بدا هنا التساؤل، يا اخي طيب ديل هم اعمارهم دي الاعمار بتاعت الاساس والثانوي، ديل هم بيقروا المدرسه اللي بره دي يا اخي شايفين فصولها مقفله، المشكله شنو؟ يا اخي والله يا اخي هم قالوا المدرسه اللي بره دي يا اخي ما لاقي لها اساسه، في استاذين، نفس المشاكل اللي لقيناها في الانقاذ. نعم. طيب ديل هم فيهم جزء هم متعلم وقف بالتعليم، وقف معنا التعليم بسبب المشاكل اللي حصلت لهم، طيب في جزء ما متعلم اصلا وجايبينه من الشارع. حصلت له المشاكل اللي وجا. طيب الحل شنو؟ الشباب قالوا يا اخي ليه ما يكون في تبني اكاديمي في الاصلاحيه الجريف؟ جاء المشروع بتاع تبني اصلاحيه الجريف غريب، وبدوا الناس يشتغلوا مع الشباب مع الاطفال الموجودين في الاصلاحيه. حتى داخل الاصلاحيه هو الموضوع كبير، يعني جوا الاصلاحيه ذاته هو كمشروع، جوا في مشاريع ثانيه. بدت الفكره في انه الممتحنين تامن هم يراجعوا لهم عشان يواصلوا تعليمه، ما تفوتوا الفتره اللي هو موجود داخل الاصلاحيه يفوتوا التعليم، انه يواصل تعليمه. الممتحنين ثالثه ثانوي يواصلوا لهم تعليمه، الما متعلمين نهائي ديل جبنا لهم مشروع ثاني. مشروع اسمه علم خمسه. علم خمسه ده فكرته بسيطه جدا جدا. انت بتكون مسؤول من 5 من الاطفال او 5 منهم، انت بتكون قاعد بتجيب قصص لانه هم اصلا هم متعلمين. نعم. لو جبت لهم الف ثلاثه كده ما حيحبوا لك التعليم، حيكون بطريقته دي. قمنا جات فكره انه يا اخي نجيب مجلات. نعم. نجيب كتب قصص قصيره نقعد نتونس معاهم نحكي لهم. بتجيب المجله وبتقعد تحكي لهم تقول لهم كذا نقرا مع بعض، ويقول لك ما حمد. طيب نحن نقرا مع بعض، تونسهم بتونسهم، بعد فتره هم بيحبوا يبقوا التعليم، يحبوا قرايه المجلات، عندهم رغبه في القرايه. رغبه في القرايه. بتبدا تتفصل لهم القصه لفقرات، بعد ذاك لجمل، الجمل لكلمات،
بتوصله للمنطقة بتاعت شنو؟ للحرف. تبدلهم نحن نبدأ منه زي بقوله من آخر حاجة. بعد ذلك بيشتغل معه الحروف. كده الحمد لله الحاجة دي مستمرة وفي طلبة أو في أطفال من الإصلاحية طلعوا هم متعلمين. متعلمين. جدا السلام. غير الشباب اللي هم ممتحنين كانوا السنة اللي فاتت امتحنوا ثلاثة بنتين ولدين. الولدين البيت نجحت وفي واحدة من البنات قبل الامتحان بفترة بسيطة طلعت وكانت مع أهلها في منطقة سينجا تقريبا وامتحنت من هناك. الولد بس ما نجح. نعم. لأنه حصلت له مهم ظروف كده. لكن برضو قطع شوط كبير قطع جدا شوط يعني. كبير وحاليا هو واصل تعليم وكده. دي جزء من المشاريع الموجودة في داخل مشروع إصلاحية الجريدة. طيب إصلاحية الجريدة مستمر الآن مستمر الآن المشروع. بالتأكيد مشروع عظيم جدا يعني. ممكن إصلاحة الجريف من كم سنة ثابت كل سبب الناس بتمشي يعني. فأنا ما ضروري يكون مثلا يكلموني ولا يعزموني ولا كده كمتطوع أو في تعليم بلا حدود. أنا مش في سبب بلقى شباب تعليم بلا حدود قاعدين في مشروع في تنسيقية أو منسق لإصلاحة الجريف قاعد وعنده مكاتب وعنده المتطوعين بتاعينه وعنده المجموعة بتاعته في الفيسبوك هو اللي بيحرك وبدير إصلاحية الجريف. السلام. كل المشاريع في تعليم بلا حدود عندها منسق وأي منسق هو قادر يدير نشاطه بصورة كويسة بالتأكيد. نعم. مع الإدارة بتاع تعليم بلا حدود. طيب معلش المقاطعة إبراهيم لكن يعني المسألة دي كان أثر شنو على مثلا الشباب ده يعني بيعتبرهم في سن عمرية لما يكون قاعدين في إصلاحية يعني ممكن يتمرس على المسألة دي يطلع يبقى خطر أكتر يعني على نفسه على المجتمع. فانتوا لمستوا شنو التغيير شنو يعني من لما تواجدكم معاهم حول التعليم لمستوا التغيير شنو بشكل ثاني؟ اكثر حاجه مهمه ممكن تشوفها يقول لك يا اخي انا ما اقدر اطلع من الاصلاحيه لانه الحاجه اللي قاعده في الاصلاحيه هي طبعا ده موضوع خطير جدا انه الزول الحاجه اللي قاعده في الاصلاحيه ما بيلقاها برا يعني. نحن صح بنعلم وفي بعض الاطفال بيقروا في مدارس تدريب مهني ده غير المدرسة السابتة اللي هو بتاع السبت. نعم. نحن اخترنا السبت لأنه في أولاد بيجوا نعم. في مدارس برا. نعم. نحن بس بنذاكر معهم بنراجع معهم بنتابع معهم دروسهم زي ما قلت لك المشروع بتاع خمسة علم خمسة. علم خمسة. في مشروع تاني اسمه الأخ الأكبر. نعم. الأخ الأكبر. الأخ الأكبر زي أخوك الكبير في البيت. يا سلام يا سلام. يتابعك يمشي معك يتفاعل معك في التعليم ذاته يعني دي هي أصلاً عملية التفاعل هي أحدث طريقة للتعليم. يعني أنا في العالم. يعني الآن أنت الآن بتمارس دور كبير جداً جداً أنت بتحاول تخلق تواصل اجتماعي بينك وبينه. أيوه. بحيث إنه هو ما يحس إنه خلاص الآن بقى شخص منبوذ أو بقى الآن الدنيا ظلمت في وشه خلاص ويأس ويقبل تفكيره كله ماشي في اتجاه معين. فتخيلي انتوا الان خلقتوا وانا حقيقه والله الان يعني وانتوا بتحكوا لي فكرت انه الموضوع المفروض يكون حلقه براوي يعني انه موضوع الاصلاحيه ده اصلاحيه الجريف يكون حلقه براوي ان شاء الله باذن الله انا حرتب له معكم ان شاء الله حلقه براوي ونحاول نصلهم هناك ونسجل معاهم هناك باذن الله ان شاء الله باذن الله. عارف في مثال كده واضح شديد احنا بنعتز به انه في واحده من المتطوعات فهي ماشيه في السوق لقت ولد بيبيع في مويه فقام سلم علي زيك يا استاذه قلت لها لين ما عرفتيني قامت قالت له انه ما عرفت قال انا كان قريتيني في الاصلاحيه. يا سلام. فتخيل انت موقف زي دي بتحس روحك انت يعني عملت عليك يعني هو حد كده متذكر يعني الحمد لله فهو بيبيع مويه يعني ما بقى شخص ثاني يعني انا معتمد على نفسه حتى بالشيء البسيط يعني. اكيد طبعا هي من هنا جات الفكره بتاعت الاخ الاكبر ذاته الاخ الاكبر لانه هو الطفل فاقد الثقه في المجتمع وفاقد الثقه في حوله. نعم. صعب جدا احكي لك مشكلته الحقيقية جابته الإصلاحية هي شنو؟ نعم. جات الفكرة بتاعت الأخ الأكبر. الأكبر فكرته بسيطة جدا جدا إنك بتصاحبه زي ما قال لك إبراهيم بتقرب منه يصل معك مرحلة إنه أمان ده ياخذها أخوي ده ياخذ ضد صاحبي يوم يجي يتونس معاي بيلعبوا معاه كورة بيلعب معاي كورة عنده هم فريق تعليم نحن دائما بنتغلب غايته لأنه نحن ناس كبار هم ما شاء الله عندهم فريق كل مرة بيغلبونا. نعم. يلا الحياة دي بتكسر الحواجز اللي بيننا بيحكوا لنا مشاكلهم الحقيقية يا أخي مشكلتك شنو جابتك هنا بيحكي لك مشكلته بتلقى مشكلته بسيطة جدا جدا بعد ذاك أنت بترجع على الأخصائي أو الأخصائي النفسي أو النفسي أو كذا الموجود في الإصلاحية أو في الدار بتحكي له يا أخي والله الطفل ده مشكلته يا أخي بسيطة مشكلته واحد اثنين ثلاثة بيحكي لك الحياة دي في أطفال منهم زي ما قال لك إبراهيم طلعوا وجوا
فتفل حكى لي صاحبنا شغال كان من الشباب الاوائل البدو سمران عبد الله في طفل طلع 3 مرات وجنب كل مره كان بيعمل حاجه وبكون واضحه عشان يقبضوا يجيبوا له اصلاحيه راجعه. مروان ده صاحبه شديد وقام قال لي يا اخي انت مشكلتك شنو؟ قال لي يا اخي انا اللي لقيته هنا ما لقيته برا في بيتنا ما لقيته. انتوا هنا بتجونا كل شيء بتلعبوا معانا بتجيبوا اعياد في الاعياد بتكونوا حضور معانا في اي حاجه بتكونوا معانا بتعلمونا وبتعاملونا تعامل كويس انا امشي برا لشنو؟ ما يعني كده ما اقدر. دي الفكره الاساسيه بتاعت الاخ الاكبر عشان نكسر الحاجز اللي بينه وبين المجتمع. يا اخي المجتمع ده يا اخي فيه ناس كويسين وانت ممكن تكون جزء منه. نموذج اللي لسه ضربته يسرا ده واحد من النماذج انه قدرنا نقير او الاستاذ قدر التقير من سلوكه يرجع يعتمد على نفسه يبقى زول قادر يقدم لنفسه لاهله للوطن زي ما بيقولوا. والله ربنا يكرمكم ان شاء الله ويديكم الصحه والعافيه يا اخي ويعينكم. ده كله مجهودات ذاتيه وفرديه. نعم. طيب كلموا عن باقي المشاريع يعني يوم القراءه سينما كتاب بسمتي في رسمتي دي مجموعه من المشاريع انتم شغالين فيها برضو الان. ومشروع يوم القراءه في الخرطوم يوم القراءه في الخرطوم نعم اول يوم كان يوم 6/10/2012. نعم. الفكره بتاعته البدايه يوم القراءه انه دايرين نقوم نكسر الحاجز بتاع انه يا اخي في زول بيقرا في المواصلات بيقرا في اماكن عامه الكذا يعني الحاجه دي دايرين نقوم الناس بتستهجن الحاجه دي فدايرين نعم. نقوم نخلي مزات القراءه دي حاجه طبيعيه يعني لاهميه القراءه ذاتها. نعم. فالدعوه بتاعتنا كانت انه يا اخي الليله انت اذا بتقرا في مجموعات يا اخي الليله حتشوف اكبر مجموعه قارئه في الساحه الخضراء. كنا متوقعين برضه ذاك رقم بسيط جدا جدا زي 150 صاحبي يقول لي يا اخي حيجوا 250 يقول لا حيجوا 500 يجوا 5000. ف ما شاء الله. فكان يوم جميل جدا جدا شاركوا فيه كل الاعمار. الطلبه بتاع المدارس جو خاشين شايل لهم علم بتاع المدرسه قدام الاستاذ. يا سلام. الكبار والصغار خصصنا جانب للاطفال على كذا مره بنجيب زول يتكلم معاهم او كده بخاطبهم ببساطه او بكون ماسكين كتب يعني. نعم. في الكبار برضو عندهم الشباب عندهم جانب. نعم. في اليوم خبر. اليوم مستمر يوم القراءه ده مستمر طوالي؟ مشروع مستمر الى الان عملنا 3 ايام. اليوم القراءه الاول كان 6/10/2012 نعم. القراءة الثاني كان يوم 23/4/2013 نعم. بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب حقوق المؤلف. نعم. فده اليوم عملاه اليونسكو يعني نحن حاولنا برضو نحن نحتفي بالحاجة دي. نعم. ونقدر قيمة الكتاب والمحتوى اللي اجتهد فيه الكاتب يا أخي. نعم. بس تقديرا لك نحن حنقرأ كتابك. نعم. طيب سينما كتاب يعني اسم كده حبة كده غريب يعني سينما كتاب يعني سينما كتاب دي هو واحد من المشاريع الجديدة بفهم جديد. نعم. بنفس القيمة بتاعت الكتاب ذاته. نعم. الفيلم مهم مهم من زمان يعني عندنا تجربة قديمة جدا. نعم. عن السينما السينما المتجولة زمان أبواتنا بيحكوا لنا عنها. نعم. في أفلام تثقيفية بتتكلم عن العادات الضارة في المجتمع. نعم. بتتكلم عن الأخبار وكذا. فإلى اليوم السينما عندها دور في السودان وعندها دور عظيم جدا في كل العالم. نعم. اللي هي بتزيد الوعي البصري يعني نحن ما بنتناول أي أفلام روائية نحن بنجيب أفلام متخصصة في التوعية في التثقيف الجرعة بتاعتها ممكن تكون موزونة الناس. نعم. تقدر تتناقش فيها تفكر فيها بوعي وعشان على الأقل تصل لحب القراءة والثقافة ونطور كيف من نفسك عشان على الأقل نقوم ننهض بالبلد. نعم. طيب بسمتي في رسمتي ده شنو الفكرة دي؟ بسمتي في رسمتي فكرته بسيطة انه ارجح تاني مشروع اضرب واهرب مشروع ضب وهرب في منطقة من المناطق اللي هي منطقة الفويلة في شمال كردفان. طيب بس خلينا نجي في النقطة دي يعني انتم نشاطكم الان ما محصور في ولاد الخرطوم؟ لا مش شغالين في كل ولاد السودان يعني مشروع ضب وهرب فات شرق السودان القضارف
فات القرير. فتنا قرى الجزيرة دي ممكن نقول قرى الجزيرة، منطقة الجزيرة كده 50% منا نحن مشينا، غير المدارس اللي اشتغلناها داخل السودان داخل الخرطوم. اعتمادنا الأساسي على إنه نطلع بر الخرطوم، على إنه واحد من الشباب بتاعنا المنطقة هون ذاته يهتم بالموضوع ده. وانت زي ما عارف إنه الناس يقول لك يا أخي يا أخي مدرسة وشباب وما حيعملوا حاجة، السودانيين ما طبعا دارين زول يبادر لهم. أيوة. يعني حي طيب تخيل الشباب قاعدين في مدينة أو في قرية إنه شباب يجون من منطقة تانية عشان يوصلون مدرستهم. نعم. الموضوع ده بيحرك حياة جوانا. قيل الحياة كثيرة كده في مستفزة اليوم. نعم. هم نلقى إنه القرية كلها مصرة إنه هي تشتغل معانا، وقول لنا ما تشتغلوا أنتوا وراكم نحن بنشتغل، ونقول لهم يا أخي في مدارس ثانية يقول لنا أمشوا نحن بنتم الجزء الباقي. نعم. في القضارف مثلا، في القضارف اشتغلنا مدرسة الجمهورية ومع مدرسة ثانية، وجينا رجع الخرطوم كان يومين، الشباب هناك تواصلوا الموضوع، حتى في ناس من كبارات البلد كده جونا كبار قالوا يا اخي الفكره سمحه، وولدنا منو جاب كلنا؟ قلنا لا يا اخي ما هي رحمه. قالوا خلاص يا اخي نحن اقعد هنا نحن بنعمل لك اي حاجه عشان تصلنا باقي المدرسه. يا سلام. في القرير، القرير المدرسه الصناعيه اول مدرسه كان الناس تطلع برا الخرطوم، اشتغلت في مدرسه القرير كان يومين، وبرضه الشباب بحكم انهم طلبه وكذا وشغالين جو راجعين. الفكره بقت في القرير، في القرى اللي حولها تموا المدرسه وعملوا كم مدرسة حولها تاني، وكان حياة جميلة. بس يلا بسمتي في رسمتي جالك قبلني نحن قلنا يا أخي الدعم بتاعنا دعم ذاتي وكذا. نعم. الفويلة ما كانت مدرسة مكتملة، احنا بنصين الفصول الموجودة، دايرة ترميم، دايرة بوماستيك، دايرة كذا. الفويلة كانت قش. رواتيب بسيطة جدا جدا، وفي ما فيها تجليس، فيها ما شباب قالوا طيب الناس ما تعمل معرض وتعمل وقفة انه نجمع من خلالها دعم وسلط الضوء على القضية بتاعت التعليم في منطقة الفويلة. نعم. جات من هنا الفكرة بتاعت بسمتي في رسمتي، وإسراء كانت جزء منه، كانت من الناس المنسقين لليوم ده. نعم. هي بتبقى المشاريع بتاعت تعليم بلا حدود زي ما قال لك، هو الدعم الأساسي فيها على الدعم الذاتي، يعني حاجاتنا البسيطة اللي بنعملها نشوفها حتجيب شنو. نعم. معرض رسمتي في بسمتي ده كان أول بداية في مدرسة في. طيب تسمح لي اسلام على الشقاط هيك، بس اخذ مكالمة هاتفية ورجع واصل معك. تفضل. السلام عليكم، عوض الصيد، اهلا ومرحبا بك معانا من عطبرة. اهلا وسهلا، اهلا بكم، وارحب بالشباب وارحب بالفكرة الجميلة دي. حقيقة انا ما حضرت البرنامج من بدايته، لكن جيت وفتحت القناة لقيت البرنامج شيء اخذني على جنب كذا يعني. تفضل، مرحبا بك. جميلة، واحيي مجهوداتهم وهم بيعملوها. ونحن بنحييك يا طبرة. الله يخليك. وأحيي المجهودات دي، لكن أنا كنت عندي فكرة يعني إذا كان هم أنا لاحظت الفكرة هي متبنين الأطفال في سن المدرسة، أنا بس السؤال ماذا عن الأطفال المحتاجين للفترة ما قبل المدرسة يعني؟ معلش ما بس كلامك ما واضح حبة يا أبو دصيد. لا أنا بسألك، هم متبنين فكرة إنه الأطفال المدرسة. نعم. يعني في خش السن القانوني المدرسة في أطفال بس في دور المجهولين الأبوين. نعم. في أطفال يعني محتاجين للاهتمام ما قبل المدرسة. ممتاز. يعني في مرحلة الرياض. ممتاز، الفكرة وصلت. هل ممكن الشباب يتبنى الفكرة دي ونحن ندعمهم يعني وكل ما نملك؟ طيب ممتاز. انت يا وضصيد خلي لنا رقمك في الكنترول اذا حابب، زي ما قلت انك تدعم الشباب، والدعم ده ممكن يكون باي مجهود يعني، خلي رقم في الكنترول انا بدي للشباب بعدين بتواصلوا معك ان شاء الله، لكن الفكره ممتازه جدا حطرحها الان على الشباب. شكرا لك يا وضصيد، واتمنى مشاركتك دائما معنا برامج الساعه شباب. شكرا لك. طيب حنرجع للنقطه المهمه اللي قالها وضصيد، بالمناسبه نقطه مهمه جدا، لكن كمل لنا الفكره بتاعت رسمه البصمه للمشروع البدا. يلا احنا مشينا مدرسه في صوبه دي توزعت لها كتب، فالطالبات اللي في المدرسة حبوا يشكرون على الحاجة دي. نعم. فرسموا بطريقتهم البسيطة دي رسومات ملونة وشكرا لكم، كاتبين يعني كلمات. فإحنا الحاجة دي يعني بجد غيرت فينا شديد. نعم. شلنا الحاجات دي بروزناها وعملناها في معرض. الناس كانت بتجي يعني مبسوطة بالفكرة إنه كده يعني، وفي يعني إحنا حركنا حاجة في الأطفال الصغار دي. نعم. فالناس اشترت مننا الحاجات دي يعني أسعار فخرية، هي يعني أدول يعني بيقول إنه المفروض ما تجيب شيء. نعم. فكانت دي بداية إنه إحنا كل ما نكون عايزين لمشروع زي ده يتعامل تدعم الحاجة زي دي. فكانت الفويلة دي كان يعني مدرسة برضو،
في كردفان، فكانت اتعملت انه احنا عايزين ليها دعم، فحاسين انه الدعم ما عايزين حاجه بسيطه، حاجه كبيره. فكانوا مشكورين الاتحاد الفنانين التشكيليين وكل المصورين اللي هم يعني انا بعتبرهم هم متطوعين اوائل في تعليم بلا حدود. نعم. فادونا جزء من صورهم واللوحات اتعرضت بصوره، يعني ده كان بالنسبه لنا اوفيشال معرض كده لتعليم بلا حدود. نعم. كنا بنسميها وقفه او ستاند اب، فالناس كانت بتيجي تشارك، حتى الاكل اللي كان بيجي بيكون بازار الناس برضه لصالح الوقفه. نعم. فحاجاتنا كلها بتعتمد علينا احنا ذاتنا. نعم. يعني عشان نوفر حاجه ثانيه. ودي كانت فكره بسمتي في اللي هي على اساس تطورت كل مره بقت شيء اكبر. نعم. يعني بقت وقفات لمدارس اكبر. طيب طيب يا شباب، يعني مرات الشباب يجوا هنا في حلقه عندهم مبادره بسيطه جدا، من كثرة ما الناس بتوسع مفهوم الخير بقوم بيطلبوا منهم اشياء ثانيه او بيسالون في دورهم يعني اشياء ثانيه. هو في الاول في الاساس يعني ما بيكون دورك ولا انت مسؤول منه، لكن انت قمت بدورك كانسان عايش في مجتمع دار تقدم خدمه للمجتمع. تمام. بتمثلك انا في كلام اخونا او السيد الان، يعني دليل على انه توسع فيكم خير اكثر، فقام سال عن انه دوركم تجاه الاطفال بيجون او بيحتاجوا لرعايه حقيقه برضه تعليميه بجرعه معينه في بدايه زي ما يقولوا ما قبل المدرسه، قبل ما يوصلوا المدارس. فهل فكرتوا وهل عملتوا حاجه بالشكل كده يعني في 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 الموضوع ده؟ طيب المتطوع في تعليم بلا حدود متطوع شامل بيشتغل في اغلب مشاريع تعليم بلا حدود. نعم. يعني انت تلقاني في ثلاث اربع مشاريع متطوع، عم بكون بزم المشروع، لكن في نفس الوقت تلقاني بصين في المدارس. نعم. بالتالي بكون موزع على عدد من المشاريع. نعم. بنشتغل مع بعض. ف في مرات بتلقى متطوعين في تعليم بلا حدود عندهم نشاط خارج تعليم بلا حدود. يعني انا اشتغلت في المايقومه واشتغلت، لكن الليل المقام مثلا تعليم بلا حدود اشتغلت في مجموعات ثانيه ما عندها علاقه بتعليم بلا حدود، لكن مهتمه بدار المايقومه، مهتمه بالتعليم في المايقومه. انا ممكن اكون مهتم بقضيه التعليم. اول حاجه بسال نفسي انه يا اخي ممكن اقدم شنو للاطفال الموجودين في المايقومه او في. نعم. كل الدور الموازيه للميدان. ففي مجهودات عظيمه جدا جدا، في ناس شغالين في دار المايقومه ما محتاجين ل ايوه يمكن ده يكون السبب الاساسي انه احنا ما نطرق المجال ده، انهم هم يعني لحد ما كده في جهات يعني بتدعمهم بصوره مستمره، عندهم يعني مدارس منتظمه بيمشوا لها. نعم. فهو ممكن يكون بيتكلم عن الناس اللي بيكونوا في الشارع مثلا، ديل احنا لحد حاسه ما في رؤيه واضحه انه نساعدهم، لو لقينا طريقه انهم يكونوا في مكان ممكن نقدم لهم المساعده في المدارس دي، لانهم لقيناهم يعني بس قاعدين في المدرسه يعني موجودين، احنا بس محتاجين مساعده. نعم. صح. نعم. في المدينه بتاعت الاس او اس دي فيها كل ما يحتاجه الطالب، مدينه كامله جميله جدا وشغاله فيها عدد كبير جدا من المنظمات، يعني بيقدموا لها كل انواع الدعم اللوجستي. طيب المدينه دي وين هي؟ تعليم بلا حدود. المدينه دي وين هي؟ المدينه اس او اس هي في صوبه، في صوبه مقرده من معسكر. نعم. جم جامعه افريقيا العربيه. دي شارع دي معنيه بال شارع السلمه، دي معنيه بالاطفال في الشوارع يعني؟ لا ابدا، لا بالاطفال فاقدي السند او هاي الابوين. هاي مشهوري الابوين. مشهوري الابوين. اي نعم. فالقريه دي هي بتهتم بكل ما يختص بالولد الموجود او البنت الموجوده، بيقروها احسن قرايه، بيلبسوه واحنا من هنا كتعليم بلا حدود ممكن يعني نقدم دعم للام اللي هم يحتاجوا بجد انهم عايزين يعني ناس يقروا، فاحنا متكفلين يعني نوفر متطوعين واحنا ذاتنا نجي نساعده. بالتاكيد. الله ربنا يعينكم. الحاله الاساسيه انه حتى الكلام اللي قاله عوض السيد ولا عوض الكريم ده. نعم. عوض السيد. طيب نعم. معلش. مشاريع تعليم بتجي كده، يعني الفكره الاساسيه زي ما قلنا قبل انه يا اخي حمله كتب، حمله الكتب جابت اضرب اهرب، جاء يوم القراءه، هي افكار جات بسمتي في رسمتي، بسمتي في رسمتي، اصلاحية. نعم. الجريف، الحياة دي كلها بتجي تطرح افكار بيتناقش في الجروب. بعد ذاك الناس تصل برؤيه رؤيه محدده، الرؤيه دي ذاتها اللي وصلنا لها هل بتحقق رؤيه التعليم الاساسيه انه نحن التعليم يكون قضيه. نعم. اساسيه وضروريه. ممكن تكون دي بدايه لمشروع جديد جديد. نعم. زي كل المشاريع الموجوده في تعليم بلا حدود من 2011 لحد الان. طيب يا موضوع جنيه الخميس ده شنو؟ عندكم حاجه اسمها جنيه الخميس، ممكن تكلمونا عنه؟ جنيه الخميس ده احنا زي ما قلنا لك انه
ما عندنا يعني دعمنا بيعتمد على انه في مشروع اضرب واهرب، منسق المشروع بينزل انه احنا عايزين كده 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 تكلفته، يعني بيكون مفصل يعني حتى كم فرشة كم كده احنا عايزين. نعم. احنا محتاجين لرقم كده. الناس بتجمع القروش، يعني عندنا حاجة اسمه المجلس ممولي تعليم. نعم. دي اللي هم اكبرهم بيكون دور عمره 30 سنة، يعني نعم. احنا كناس في تعليم، فمن مرتباتنا احنا عندنا شهريا رقم ده مفروض ندعم به تعليم. الناس الطلبة ممكن يكونوا يعني ما عندهم المبلغ اللي احنا بنرسله. نعم. ففي رقم بتاع تعليم بلا حدود بترسل فيه جنيه الخميس. نعم. الرقم الان ظاهر على الشاشة لكل ايوه ده رقم مشاهدون الان. نعم. فانت لما تمشي يوم الخميس عايز ترسل رصيد لروحك فرسل لنا الجنيه لتعليم بلا حدود. طيب اي الرقم الان في الشاشة المعروض قدامكم اعزائي المشاهدين هو رقم جنيه الخميس اللي هو بيحول فوق الرصيد زي ما بيقولوا جنيه. بعدك الدار يزيد اجره بيزيد ان شاء الله، لانه انتم زي ما قلتوا ما عندكم حساب بنكي، يعني انتم كل مشروع بتشوفوا التمويل البعنوي احتياجاته الاحتياجات. انا والله بتمنى الان يعني من كل اللي بيشاهدونا بيسمعونا سواء كان على الهواء مباشره او في الاعاده بتاعت الحلقه، اذا ما قدرت ترسل في الرقم ده ادعو للنازل، ادعو لهم ربنا يقويهم ويعينهم ان شاء الله باذن الله، بس ده كل المطلوب الممكن انت تقدم يعني. طيب في موضوع معلش في موضوع الدعم ذاته. طيب ومعلش نحن نقول لك معنا صديق من الكلاكة ما دام نقف كثير انه متصل من الكلاكة. الو السلام عليكم صديق. عليكم السلام كيف يا استاذ؟ اهلا بك. كيف ابراهيم محمد كاوس وفارس الشغيل ودكتور اسرار النعيم. اهلا ومرحبا بك معنا. اهلا ومرحبا بك، احنا سعيدين حقيقه باتصالك في برنامج الساعه شباب. الله يكرمك. والله العظيم انا طبعا بحييك وبحيي الشباب وبس بدورهم العظيم في اهتمامهم بقضية التعليم. وشباب يعني أنا كنت من الناس الشغال معهم. ممتاز. وما زلت شغال معهم، لكن الظروف في الفترة الأخيرة حرمتنا من أن نزور يتواصل معهم بصورة حقيقية وواقعية على أرض الواقع كده. نعم. فمبسوط جدا والله أني أنا اليوم لقيتهم أو شفتهم عبر التلفاز، وبحييهم وأتمنى لهم يعني أنه ربنا يوفقهم في مسيرتهم دي وفي قضاياهم اللي بيهتموا بها. وان شاء الله يعني بتمنى من كل القطاعات في كل السودان انه يقفوا معاهم ويساندوهم ويقدموا لهم، لانهم ده الشباب فيهم خير وفيهم يعني بجرد الشباب السوداني الصالح انا بشوفه فيهم يعني. شكرا لك يا توفيق ان شاء الله. شكرا لك يا صديق، وحقيقه يعني الكلمات دي هي اكبر داعي للشباب ده. يعني انت قلت الان انه الظروف هي اللي منعتك انك تواصل معاهم المسيره، هم بالتاكيد عندهم ظروفهم الخاصه وبعد كلهم مواصلين، عشان كذا انا جايبك طلبت من المشاهدين انه اقل شيء بالدعاء انه ادعو لهم انه ربنا يعينهم ويقدرهم، لانه كل الناس عندها ظروف قد يتوقفوا، اذا توقف فارس وتوقف ابراهيم وتوقفت اسراء حالنا حقيقي نحن حقيقه صراحه، لانه يعني ده املنا الان انه الشباب هم سند المجتمع وهم ان شاء الله باذن الله حيضيفوا المجتمع قيمه حقيقيه للمجتمع السوداني. طيب يا شباب بتحلموا بشنو الان؟ حلمكم شنو الان انتم كتعليم بلا حدود؟ هو الحلم الكبير انه التعليم تتوسع بحيث تصير قدر الناس الموجوده محتاجه تكبر قدر المجتمع قدر نعم. المجتمع السوداني نعم. هي تتوسع بحيث انها تكون قدر المجتمع وتذوب فيه نعم. يعني الليله صديق واحد من الناس اللي خلى تعليم بلا حدود لكن مهتم بقضيه التعليم، حامل فكره التعليم، بيدعو لقضايا التعليم، مهتم بها، مهتم بالبيئه المدرسيه بتاعته. صديق اخر مشروع سينما كتاب جاوا في المدرسه الجنبيتهم او في حلتهم، اضرب اهرب صيانه المدارس وصل حلتهم. بتمنى اي زول يكون صديق عوض في كل ارجاء الوطن، حتى الناس اللي برا السودان بيسمعونا هسي يقوموا يحركوا الفكره بتاعت صيانه المدارس، المكتبه المدرسيه، صيانه البيئه المدرسيه، انه خلي المدارس على الاقل هي ما محتاجه لشيء. طيب انت بعدين قبل قلت لي عندك حلم انه اكبر مكتبه في كوستي ولا حاجه بالشكل كده؟ في بابا كوستا. بابا كوستا مشروع. انا افتكرتها كوستي. طيب بابا كوستا مشروع مشاريع تعليم. نعم نعم. هو مشروع نادي القراءة. نعم. فكرته بسيطة انه الشباب برضو بتصب برضو فكرة الفكرة اللي قبل قالك ابراهيم حقت انه التعليم نعم القراءة
في كل مكان. بدأت الفكرة بثلاثة أنفار إنه بيجيبوا كتاب يقروا تفقوا في يوم من الشهر تناقشوا ناقشوا الكتاب. اتطورت الفكرة, بقى النادي أكبر, المجموعة كبرت, قرروا إنه يعملوا حاجة ثانية من المشروع ذاته. جات فكرة ثانية, جات فكرة المكتبة, إنه يعملوا مكتبة تكون مكتبة عامة فيها كل أنواع الكتب, والمكتبة دي ذاتها دعمة من الشباب. قدرت أكون عضو في المكتبة, جيب ثلاثة كتب, ثلاثة كتب يطلعوا عضو في المكتبة, من حقك إنك تشيل أي كتاب فترة زمان حتى تجي رأيه تستلف أي كتاب. هي مكتبة استلاف عامة, ممتاز, غير ربحية. مكتبة استلاف عامة غير ربحية, هي من الناس وللناس. من هنا جاءت الفكرة بتاعت اللي هي انتاس يقول بتاع كوستي دي, اللي هي ناس أصحاب أو المالكين لمطعم بابا كوستا, هون يتبرعوا إنه يا أخي إنه المشروع ده ممكن يكون بداية بالنسبة لهم في 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 المطعم. ودونا فعلا المكان في مدخل المطعم ذاته وشياء, بس حاليا شغالين. ممتاز, ده المشروع. أيوه ممتاز. واحد من المشاريع ندعو كل الناس, أي زول عايز يقوم يدعمنا بكتب يتواصل معنا في الرابط بتاع الصفحة. طيب أنا أتمنى يعني سيد المخرج يعرض لنا الرابط بتاع الصفحة الآن في الفيس, لأنه ده مقركم أنتوا وتو. أيوة. مقركم الإلكتروني. أيوة. عندكم مقر تاني ثابت. طيب تاني عندنا حاجة دار أقولها, إنه إحنا حاسة في شهر اثنين شهر ثلاثة كل المدارس حتأجز. نعم. فالحمل الحس عايزين كل الناس تشاركنا فيه, إنه عايزين نبدأ حملة بتاع جمع الكتب. الآن الرابط معروض الآن على الشاشة, ممكن. أيوة. كل المشاهدين الآن يسجلوا الرابط اللي هو بيصرخ صفحة التعليم بلا حدود. ممكن يتصلوا حتى في الرقم للتواصل. نعم. معنا. فإحنا عايزين نجمع كتب هنوزيها على كل المناطق المحتاجة. فكرتنا كان قبل أجي اللقاء ده إنه 15,000, لكن معاهم كلنا عايزين نعملهم 30,000 لو في إمكانية. فالكتب قاعدة كلها في البيت, كتب المدرسية 30 بسيطة ممكن أوقيها 50-100. طيب الآن لو في مجموعة أو في شباب بيسمع في الكلام ده وعندهم كتب عايزين يجيبوها وإنت ما عندكم مقر, ممكن يوصلوا الكتب دي وين؟ يعني في الرقم بتاع الاستفسار ده ممكن اتصل عليكم فيه؟ يتصلوا في اي زول في يعني. نعم. بيوتنا كلها هي عباره عن مخازن للتعليم. أيوة. ممتاز. طيب الان اعزائي المشاهدين الرقم رقم الاستفسار ظاهر على الشاشه, ممكن تتصلوا عليه ونقول يا اخو انا عندي كتاب كتابين ثلاثه عاوز اوصلهم بكل بساطه, ممكن اقرب واحد في شاور. يعني ما تقول حتى لو انت كنت بعيد ممكن تتصل علينا بنوصلك. يعني اي كميه بتاعت كتب عندك, كتاب كتابين خمسه, بالنسبه لنا ده رقم يعني بيناسب الرقم. نعم. طيب ان شاء الله باذن الله اتمنى ان نلقى استجابه من كل اللي بيشاهدونا. الان المشاريع الحاليه الان شغالين فيها شنو في اللحظه اللي احنا بنتكلم الان؟ اخر مشروع تعليم بلا حدود بتقوم به شنو؟ اخر مشروع ولا مشاريع تعليم مستمره؟ هي التعليم كلها مستمره يعني. نعم. مثلا اصلاحيه الجريف شغاله كل سبت. نعم. سبت الشباب عندهم برنامج ثابت. نعم. بعد ذاك انت بتقسم في علم خمسه المشروع اللي قلت لك قبل. نعم. انك بتحدد انت زمنك الفاضي فيه. نعم. كان شغال كان طالب. نعم. تيجي عشان تدرس معنا. يعني اخر مشروع هو نفس المشاريع اللي انتم بتتكلموا عنها وهي مشاريع مستمره. في مشاريع شهريه, في. طيب. مشاريع سنويه نادي زي القراءه. نعم. ويتثبت انه اليوم العالمي للكتاب. طيب. اصلاح التجربه في كل سبت, اضرب واهرب شهريه ممكن تقول. طيب يا فارس انا حقيقه بشكرك كثير جدا جدا, بتمنى ان ربنا يديك الصحه العافيه ويعوضك المسألة دي وتشوف ان شاء الله في ابنائك باذن الله. صح. ربنا يعينكم ان شاء الله. وشكرا لك يا ابراهيم كابوس, كنا سعيدين جدا حقيقه بوجودك معنا. وشكرا لك يا اسراء النعيم, ونتمنى ان كل ربنا يعظم اجورنا ان شاء الله ونقدر نوصل رساله. وانا حواصل معكم ان شاء الله في حلقه ان شاء الله باذن الله قادمه, وحتكون من داخل اصلاحيه جريف ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين زي ما قلنا لكم, اذا ما قدروا تقدموا لهم دعم مادي قدموا لهم دعوه لله عز وجل, ربنا يعينهم ويعيننا ويقبل ان شاء الله منهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.